نحن كنا هناك نصبنا خيمة في داخل المطار وكانت بعيدة عن الأنظار، لكن المفاجأة أطلق الصاروخ قريب من الخيمة، هناك جروح خفيفة لبعض قادة الحشد. الحمد لله الضربات لم تكن مؤثرة، وجرحى بمستوى قليل قد يكون 3 أو 4، لكن الضربات لله الحمد لله. احنا ليس المهم ما أثرت فيه الضربة، لكن حيثيات وظروف هذه الضربة في ظرف نحن لدينا اجتماع قيادي مهم. إذا القضية لا يمكن أن تذهب بمجاملات سياسية، القضية ليست فيها دبلوماسية، خاصة الأرواح عندما تتعلق بأرواح وسلامة قادة الحج الشعبي، فالأمر يحتاج إلى مستوى التحقيق على مستوى عام على مستوى الدولي، وإلا لا يمكن التحالف الدولي أن يتخطط بهذه الطريقة المؤسفة. طيب سيد النوري، هل كان هناك من قيادات في الصف الأول في هذا الاجتماع؟ نعم، كان القيادات الكبيرة على رأسها يعني، وكان أيضا كان هناك اجتماع لحضور القائد العام للقوات المسلحة وهو يطلع على عملية تحرير المطار وقطع الطريق بين الرقة والموصل وعزل تل العفار والوصول إلى سنجار وطريق تل العفار والخطة القادمة. كان يتحدث، وبعد خروج القائد العام للقوات المسلحة بربع ساعة وأكثر أطلق الصاروخ، وكانت هناك قيادات متواجدة من الخط الأول في الحج الشعبي، لكن الحمد لله لم تصب بأي ضرر، إلا أحدهم ضرب في بعض يعني ضربات طفيفة وخدوش. على كل حال ليس الأمر ما أفرزته وما سببته الضربة، لكن حيثيات وظروف هذه الضربة هي التي تحتاج إلى حقيقة وقت.